في اليوم الأول من عيد الأضحى يعني بعد هذه الخطبة بيومين الفريق أول حميتي أرسل إلي من يصحبني إليه، وهناك قال لي يعني أنت دعوت علينا وكذا. قلت له والله أنا ما دعوت عليك، وإنما دعوت على من يخون الدين ومن من من يبدل أحكام الدين. فقال لي أنا جئتك بهؤلاء وهم المستشارون وهم المسؤولون، أنا والله وهذا بلساني والله على ما أقول شهيد، قال أنا وقعت وأنا لا أدري بأن هذه الوثيقة ليس فيها دين وليس فيها لغة عربية وليس فيها مصدر للتشريع. فقلت له والله هذا لا يعفيك، الإنسان يوقع على أوراق هو لا يدري ما فيها، هذا لا يعفيك. حتى أذكر والله قلت له نحن في عيد الأضحى وأنا لا أفهم في البهائم وفي الكذا، ما عندي فيها فهم كافي، ولذلك أوكل من يشتري لي الأضحية التي أتقرب بها إلى الله عز وجل. قال لي نجلس مع هؤلاء وتبين لهم ما عندك ويبينون ما عندهم. وأذكر كان فيهم واحد عرف بنفسه بأنه مستشار المستشار القانوني لقوات الدعم السريع، والثاني عرف بنفسه بأنه المستشار القانوني للمجلس العسكري، والثالث ما أذكر الآن ما كانت مهمته. المهم بعدما دار نقاش نحو من نصف ساعة أو 40 دقيقة استأذن نائب رئيس المجلس فريق أول حميتي وقال بأنني بعدما سمعت هذا الكلام أنا أستأذن لأنني مرتبط باجتماع آخر، ثم وضع يده هكذا على الترابيزة والمنضدة التي نجلس عليها وقال بعد كلامك هذا أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله أنني لن أوقع على هذه الوثيقة. كرر القسمة ثلاث مرات. ثم بعد هذه الجلسة بأيام ثلاثة أفاجأ بأن صاحبنا نفسه هذا الذي أقسم ثلاثا يصعد على المنصة في تلك الاحتفالية التي أقيمت في قاعة الصداقة ويوقع على تلك الوثيقة المعيبة التي ما كتب الله لها قبولا ولا إنفاذا، وثبت بأنها كان عندها عدة نسخ وأن كل نسخة تناقض الأخرى وهكذا أمور مهلهلة. ولذلك أقول هذه العهود الكاذبة وهذه المواثيق الخاطئة وهذه الأيمان الفاجرة ليست بجديدة، وإذا كانت تصدر ممن هو في رأس الدولة ومن نائبه فليس بغريب أن تصدر عمن هم دون أحزاب سياسية ومن طالب السلطة ونحوه.